ودلوقتي مشاهدينا جاء معادنا مع موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. نبتدي على طول مع أخبار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب الوطني اللي طلب من جهازه المعاون تسجيل مباريات النايجر قدام أوغندا وتنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا الحالية عشان يدرس المنافس بشكل قريب قبل مواجهتهم الودية. والجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر حرص على توزيع الأحمال البدنية على لاعيبة الفريق، وده وفقا للنتائج اللي أظهرتها القياسات البدنية اللي خضع لها اللاعبين في بداية فقرة الاستعداد والإعداد للموسم الجديد. أيضا البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق وافق على إعارة عدد من الناشئين للفرق المنافسة لإكسابهم بعض الخبرات على أنهم يرجعوا تاني لصفوف الفريق في الموسم اللي جاي. وكمان الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا حدد برنامج تدريبي خاص للثنائي المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيم أناداي لتعويض غيابهم عن مواجهة ألكت التشادي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا. مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أعلنوا بشكل رسمي التعاقد مع الإسباني خوان كارلوس غاريدو علشان يتولى الإدارة الفنية للفريق. وصل بالفعل جاريدو علشان يبتدي مهمته مع الفريق خلال الفترة الجاية في الموسم الكروي الجديد. مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني اعتمد ميزانية موسم 2022-2023 بإيرادات تشغيل وصلت لمليار و255 مليون يورو وأرباح 274 مليون يورو. كمان اعتمد المجلس الحساب الختامي للسنة المالية 2021-2022 بإجمالي إيرادات وصلت لمليار و17 مليون يورو وأرباح وصلت ل98 مليون يورو. عندنا تقارير إنجليزية كشفت استمرار رغبة نادي ليفربول في التعاقد مع لاعب ريال مدريد فالفيردي، وإن الليفر بيخطط علشان يقدم عرض جديد بعد ما سبق وترفض عرض بقيمة 85 مليون جنيه استرليني. احنا كده أخبارنا الرياضية خلصت، لكن فقراتنا لسه مكملة معاكم. خلينا نرجع لشاذلي وهدين نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير. شكرا ليك يا من.